في زمن الحرب كل يقاتل على جبهته، هذا ما أكدته البطلة الأوكرانية ياروسلافا ماهوكيخ ابنة 20 عاماً، منحت بلادها ذهبية الوثب العالي في بطولة العالم داخل قاع. ربما كانت الرياضية الشابة إحدى المرشحات لللقب بالنظر إلى سيرتها الحافلة بالإنجازات، لكن ظروف مشاركتها في المنافسات جعلت الأمر مستبعداً. ياروسلافا غادرت بلادها وسط القصف وعبرت الحدود حتى وصلت إلى صربيا حيث تقام البطولة، رحلة امتدت 3 أيام وقطعت خلالها 2000 كيلومتر بالسيارة. وأمام عظم الهدف تصغر المعاناة. كانت الرغبة كبيرة في تتويج يرفع علم أوكرانيا عالياً وقت الحرب، ولهذا كانت الفرحة بالانتصار أكبر من قيمة ذهبية جديدة تضاف إلى برونزية أولمبياد 2020 وفضية بطولة العالم 2019. اعتبرت ياروسلافا نفسها على خط المواجهة في معركة أخرى مختلفة. كنت أقفز من أجل ميدالية أهديها لبلادي وللأوكرانيين المتواجدين داخل الوطن ولجيشنا الذي يحمي البلد. أنا الآن أقاتل في البطولات لنؤكد للعالم أن الأوكرانيين لا يستسلمون، إننا أمة قوية وسنفعل كل ما في وسعنا لكي ننتصر. قفزت ياروسلافا 2 متر وسنتيمترين في قفزة كانت كفيلة بمنحها ذهبية بطولة العالم، ومعها تحية المنافسين قبل الجماهير. ابنة مدينة دينيبرو ساكنة لبيف لطالما اعتبرت الموهبة التي ستسقط الأرقام القياسية، ولما لا وهي أصغر فائزة في الدور الماسي قبل أن تكمل عامها 18. ياروسلافا صاحبة أفضل قفزة في آخر 10 سنوات داخل القاعات 2 متر و6 سنتيمترات، لكن البطلة الموهوبة قررت أن تخوض الحرب على طريقتها، تقاتل في الميادين لترفع علم أوكرانيا فيما اعتبرته ياروسلافا خط المواجهة من أجل وطنها في زمن الحرب.